استكشاف الأهداف وإطلاق النار بدقة وبسرعة عالية تشكل المهام الرئيسية في المرحلة الثانية من منافسات الدبابات بعنوان أوروبا القوية 2018 والتي جرت في مدينة جرافنفور الألمانية. التدريبات شملت استطلاع ومراقبة خط سير الدبابات وإبلاغ قائد الطاقم بالمعلومات لاتخاذ القرارات الصائبة، إلى جانب رصد الأهداف بمساعدة المناظير وإطلاق النار على الأهداف وإصابتها من مواقع مختلفة، بحيث يتم تقييم دقة الإصابة والوقت المستغرق. الجنود الأوكرانيون كانوا من بين الطواقم الأسرع والأكثر دقة في الرماية، ويشار إلى أن أوكرانيا تشارك بالمنافسات إلى جانب ثمانية فرق أخرى بفصيل الدبابات من اللواء الآلي 14.